اليوم جمعة الحقوق، جمعة حقوق الشعب العراقي. وقاعدين بالحديقة، مي قطعوا من عندنا، واهلي قد ناخذ مي، لكن قطعوا من عندنا نروح من هناك، ودونا ساعة طيران، قاعدين من هناك ساعة طيران، شو يسوون؟ شو وين يعتقلونه؟ ومن يجي واحد عليه ما يطلعه، يقتلونه يضربونه، حتى اليوم صارت اليوم ركضة ساعات علينا، بدنا نرفع قمته بالافرع. خلال منبركم هذا الكريم، هذا انذار والجرس الأخير الذي يطلق في نفوس هؤلاء الفاسدين الذي سرقوا أموال الشعب، ونقولهم صار 15 سنة كافي عاد كافي، مسختوها 15 سنة جور قهر تهجير تفليش المحافظات الغربية، والله الثورة قادمة وجبروت الشعب أقوى من جبروتكم، لأنه الشعب يجب أن يقضى عليكم، لأنه أنتم ما قدمتوا كل شيء للمواطن العراقي، المواطن العراقي صار 15 سنة يعاني. تعرفون هاي التظاهرات الآن هي تظاهرات شعبية لا تنتمي إلى أي جهة سياسية، بعد أن فشلت الأحزاب الإسلامية في قيادة الدولة العراقية، وهذه الأحزاب السياسية أنا أعتبرها مو أحزاب سياسية بل هي عصابات سياسية استولت على مقدرات البلد وباعت البلد ونبت خيراته. طبعا اليوم كلام المرجعية واضح تماما، كل العراقيين شاهدوا خطاب المرجعية، كانت مظاهرات بامتياز عراقية بحتة، لا يوجد مندسين كما قال حيدر العبادي وغير حيدر العبادي، يوجد ناس وطنيين رافعين العلم العراقي. هذه المظاهرات حضارية، كلهم أكاديميين أساتذة موجودين، نريد نحمي بلدنا اليوم من اللصوص، يجب محاسبة اللصوص. هذه الجمعة تختلف عن سابقاتها من ناحية الأطواق الأمنية ويعني الوجود الأمني المكثف في ساحة التحرير، وهذا يعني ندل على شيء يدل أنه خوفا من لا سمح الله أن يكون هنالك بعض الاحتكاك بين المتظاهرين الذين قد يعني يتحرك البعض منهم باتجاه جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء. حقيقة نحن ليس لدينا شيء مع أخواننا وأبنائنا القوات الأمنية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، نحن متواجدون في ساحة التحرير لإيصال رسالة وصوت واضح للحكومة العراقية، وهذه طبعا التظاهرات مستمرة منذ عام 2015 ولحد الآن وستستمر إلى حين تحقيق المطالب العادلة والشاملة لكل أبناء الشعب العراقي، ليس في بغداد وحده وإنما في جميع محافظات العراق. أولا نستعيد وطننا، نستعيد العراق اللي أصبح بإيد لصوص وفاسدين وعملاء. إحنا من نستعيد وطننا كلها تتحقق تلقائيا وتدريجيا بالكرامة وليس بالإذلال، وليس أنه باكر عقب يجي عاشور يقولون هيهات منا الذلة. هم أول الناس اللي ذلوا شعبهم واللي دمروا، لذلك إحنا بعد ما نريد رياء. أما وطننا أو وطننا لا يسعد إلا بقلع هؤلاء الفاسدين الذي دمروا، باعوا مياه، باعوا أرضه، دمروا ودخلوا داعش اللي هم داعش الخضراء، دمروا المناطق الغربية وجوا على المناطق الجنوبية كذلك. هذول ما عندهم أي عراقي يعتبر بالنسبة لهم يوقف سواء كان يطالب أو ابن البلد يعتبروا عدوهم، لذلك إحنا هم أعدائنا. إذا طلعوا استعادنا العراق، استعادنا الكرامة العراقية، أصبح البطالة ماكو، الخدمات ماكو، الأرامل تجي حقوقهم، الأيتام لأنه دوميا مدخلين أزمات وحروب. إحنا نريد نعيش بسلام حالنا حال باقي الدول.